مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبيسرني كثير اليوم استضيف مختاره ذوق مكايل جوزيان خليل، لانه الى اضافه الى عملها طبعا كمختاره ايضا هي اليوم نظمت يوم صحي اجتماعي انساني خيري للاطفال والعائلات برعايه اليونيسيف وعدد من الجمعيات يلي تعنى بالعائله او بالطفل. وهالموعد رح يكون نهار السبت بعد بكره من الساعة 9 للساعة 2 بساحة بيت الحرفي في ذوق مكايل. حبيت اليوم ضوي مع المختارة حول أهمية الصحة، لأنه بعرف المختارة بتهتم بالأحوال الشخصية، ولكن كمان بيكون في مسؤولية عند المختار لما بيشوف قدي الصحة عم تتراجع، قدي في ناس ما عم تقدر تشوف طبيب، ما عم تقدر تشتري دواء، أطفال ما عم بيقدروا يتلقحوا. من هيك يمكن هاليوم الصحي هو مجاني لكل اللبنانيين اللي عايشين بالمنطقة ما يتأخروا ويتوجهوا. فأهلا وسهلا فيك مختارة. أهلا وسهلا فيك ومرسي على استضافتك. لا بالعكس، إنه نفكر بيوم صحي مجاني للأطفال والعائلات، قديه بتكوني يعني هاليوم هيدا قديش بيعطي أمل، قديه بخفف على وجع الناس، قلق الناس على صحتهم، لأنه بالنتيجة الصحة كنز يعني. مظبوط. أنا بس بحب دايما نضوي على دور المختار يلي كل الناس ما بتعرفه، وأيام بعض المخاتير ما بيعرفوا دورهم. المختار مسؤول عن الصحة بالبلدة، فكتير مهم بهيدا الظروف يلي نحن عم نقطع فيها يأدي المختار دوره، وهيدا أقل شيء بنعمله، ونكون شوي سند حد الناس. فقدرنا انه انا دائما بجمل الاعضاء الاختياريه لانه كمان لهم دور، بنوجه لهم تحيه، بنوجه تحيه للكل بلبنان. عملنا يوم صحي رح يجي كل يعني كثير من مؤسسات، هلا بحكي عن كل مؤسسه، رح يجي صليب الاحمر بنوجه له تحيه لانه عم بيتعب كثير بهالايام، صار عنده مسؤوليه اكثر. رح يكون في رح يعملوا لقاح لكل الاطفال ومن عمر شهرين، وللشباب كمان لعمر 18 سنه، وللعائلات كل الفاكسينات يلي ما انعملوا. رح يستقبلوكم كمان الصليب الأحمر نهار الأحد، ناطرينكم السبت أو الأحد. السبت، بعتذر، السبت ببيت الحرفي، بساحة بيت الحرفي بذوق مكايل. في كمان الاي او سي سي، الجمعية الأرثوذكسية الدولية يلي هي بتهتم بالتغذية للأطفال كمان من عمر شهرين لخمس سنين، وبترافق الأم للرضاعة وبتشجع الرضاعة وبتشجع يعني التغذيه، لانه بتعرفي بهالايام قديه في ناس ما عم تقدر تاخذ غذاء الكافي، اذا حليب للاطفال ما عم يقدروا، اذا حليب ما عم نلاقي، فواكه يعني ما عليك انتو يمكن يعصروا لهم ليمون، بس هلا حتى الليمون ما بعرف قد صار سعره. فكتير مهم انه بليز اللي عنده اطفال اللي عنده اولاد يجوا يهتموا فيهم، يجوا يجيبوا معهم السجل الصحي للولد. مزبوط، هيدا أهم شيء، ويجيبوا معهم شيء يعرف عنهم يعني إخراج عائلة إفرادي، ويلي أنا بعرفهم أنا شخصيا رح كون بعرف عنهم. رح يكون في كتير جمعيات، رح يكون في الأفسي، رح يكون في حماية، رح يكون في دي بي ان اي، رح يكون في هود الجمعيات يعنوا بالأشياء القانونية للأطفال. الأفسي رح كمان تكون عم بتنور وتشجع الولاد على النظافة، ورح يكون في كمان توعية أكتر. النشاطات رح تكون مع شباب ذوق مكايل، مع راش يلي كمان بنوجه لهم تحية، هن عم بيعملوا الريسيكلاج بالمنطقة، فكمان رح يعملوا نشاطات للولاد يعلمون على الريسيكلاج، هن وناطرين تيجي دورهم للقاحات ولغيرها. فبدعي كل اللبنانية لأنه بهالأيام ما عم بيقدروا اللبنانية يستفيدوا صح، يعني ما حدا ينق بعتذر يدقوا البواب. في العيال اللبنانية ما عم تقدر تروح تدفع عند الأطباء، وما عم بيصير لها مجال بالمستوصفات، لأنه المستوصفات ينتلت الدوسييات من أجانب واللبنانية القديمين، سو ما عم بيطلع لها مجال. في كتير أولاد ما عم بيتلقحوا، صار لهم أربع سنين قلة التغذية. فبليز كونوا كتار السبت، تعوا من كل المنطقة، منا محصورة بذوق مكايل بس، استفيدوا تنقدر نكون سند حدكم بس مش أكيد أكثر. لأنه الصحة، لأنه قديش في ناس عم تهمل صحتها، قديش في أهل مش قادرين بقى. نحن بدنا نقول لهم أنه اللقاحات كلها مجانية وكلها أكيد معترف فيها، لأنه كل هالجمعيات اللي حكيتي عنها
كلها جمعيات اليوم من الصليب الأحمر، في كتير ناس بتروح بتلقح عند الصليب الأحمر كمان. مزبوط. رح يكونوا حاضرين، بس المهم إذا في سجل صحي للطفل أهم يكون شي. أهم شيء حتى ينعرف شوي، هيدا بيسهل كتير. أكيد. رح يكون هاليوم الصحي التوعوي للأطفال والعائلة، رح يكون في شيء غير اللقاحات، رح يكون في فحوصات، رح يكون في شيء تاني بهيدا اللقاء؟ ما رح يكون في فحوصات، بس أكيد في تسجيلات، يعني كل واحد بحاجة لفحوصات لكل هالقصص، أكيد رح يتم تسجيلهم، ورح أكيد أسعى أنه أعمل يوم صحي تاني إذا مش من المنطقة عنا بغير منطقة نكفي هالحملة. وأكيد بنستقبل الكل، وكل واحد عنده مشكلة صحية قادرين نحن نحلها، ليش لا؟ أهلا وسهلا. يعني أهلا وسهلا بالكل، مشان هيك كتير بشجع اللبنانية يجوا. برجع بركز على كلمة لبنانية، لأنه الناس ما بتعرف وما بتعرف كيف، ما أنا معودة. فأهلا وسهلا فيكم كلكم. يعني نحن بدنا نقول من الساعة 9 للساعة 2 أي عائلة بتوصل مع أولادها دغري، يعني أكيد ما فيش حجز مسبق، يعني ما فيش لزوم يتصلوا قبل بوقت أبداً، لأنه الكل رح يقطعوا، ما رح يفل الأكيب غير ما كل الأطفال. لو ضلينا للساعة 6 عشية والعائلات نحن ناطرين، رح تكون موجودة حتى ما تترك ولا ولد بلا لقاح. وحتى هالجمعيات اللي ذكرتيها هيدي رح تلتقى مع الأهل كمان، رح يحكوا معهم أكيد، رح يساعدون في مكاتب قانونية، لأنه عنا كمان بحب أتطرق، عنا كتير أطفال مكتومي قيد. عنا كتير أطفال عندهم مشاكل بالوراق تبعهم. أنا كمختارة بستقبل حتى مش بهيدا النهار، بستقبل على مدار السنة كل ولد كل طفل عنده مشكلة بوراقه، عنده مشكلة مع أهله بخصوص الوراق، بس السبت رح يكونوا المكاتب القانونية موجودة فوق. يعني أهلا وسهلا بالجميع، حتى في شباب مكتومي قيد إذا عندهم أي مشكلة كمان، إذا الأطفال عندهم مشاكل، إذا بدك يعني مع الأهل في عنف أسري أو شيء، إن شاء الله لأ كمان حماية بتكون ناطرتهم فوق. فأهلا وسهلا بالكل. يعني أكيد ذكرتي مكتومي الأيد، لأنه ب 25 شباط منذكر دايما باليوم الوطني لمكتومي الأيد. هون كونك مختارة يا ريت هيك هلأ اليوم الأهل معهم سنة ليسجلوا أولادهم، إلا بعدين راحت على القضاء، يعني بدها محامي. مزبوط. وهيدي لازم نوجه الأكل، لأني بفهم دوائر النفوس عم تفتح، يمكن مش كل يوم ولكن عم تفتح. أنا عبر هالشاشة بدي وجه تحية لكل الموظفين تبعون النفوس، لأنه عن جد يعطيهم العافية، عم بيتعبوا معنا. لازم المواطن يتفهموا النطفة، بفهم هن مش بإيدهم عم بيسكروا، ولا نحن بإيدنا أنه عم بيسهلوا، حرام يعني اللي تنحكي بكل المناطق. أنا عم بيسهلوا، اللي عرفته أنه لما بيكون في شيء إرجان عم يجوا عم يفتحوا، عم يفتحوا مرة بالجمعة، عم بيقطعوا كل شيء إرجانات. فبدعي الكل، وانا مكتومي القيد لانه انا بحس انه كتير انه ما في اصعب للانسان يكون بلا هوي بسبب اهمال اهل، مش سبب او بسبب أهل. شيء يعني مش جوهري، وصاروا كتير سهل. يعني صار كتير سهل هالامور فينا، بكتير امور بسيطه بكتير وراء فيهم يتصلوا فيي، فيهم يجوا لعنا او يجوا عند حمايه، او في فوق غير جمعيات عن جد تنساعدهم اكثر، لانه مش مسموح بعصير. ما عاد عندهم القدره انه يكلفوا محامي. يعني انا كذا مره فتحت الموضوع يطلعوا معي يقولوا ما عندنا قدره انه بقى نكلف محامي، مع العلم انه في معونه قضائيه معينه. لا مبدئيا ما بعرف، لانه احنا عارفين اليوم واقع القضاء، يعني القضاء بيرجع لعمله بيقدربوا المساعدين ولا الكتاب. المشكلة إنه ما في، هي حلقة مترابطة مع بعضها، بس في جمعيات اليوم عم بتساعد هؤلاء، عم بتسهلهم الطريق. مزبوط. عم بس لازم يبلشوا من شيء. أكيد. لو ما في مصاري تيقدروا، بس لازم مكتوم القيد يبلش بشيء، لأنه مش مسموح بعصرنا هلأ يكون في أطفال وشباب ما عندهم هوية، يعني مش ما عندهم اسم، ما عندهم وجود، يعني لا بيقدروا يطبوا، بيقدروا يفوتوا مستشفى، لا بيقدروا يفوتوا على مدرسة. هلا اكيد يعني سهلت شوي الامور، شوي بس مش انه صار يقدر مكتوم القيد اذا المختار بيعرف عنه. وبدعي كل المختير، في مختير ما عم بيعملوها بيخافوا، بس انا بقول لكل مختار اذا بتعرف ولدته، ما ضروري البي، اذا بتعرف ولدته اعمل له ورقه، لانه بتسهل عليه يفوت على المدرسه، يقدم فحوصات الرسميه، يفوت على وظيفه، ما ينلقط من الدرك. فكتير مهم، وبدعي كل حدا بيعرف اذا في حدا مكتوم قيد يبلش من شيء، لو من الصفر بس يبلش. أكيد. كلنا حدن. اكيد مختاره، اكيد هذا يوم توعوي اجتماعي صحي. مزبوط.
وبالوقت ذاته ما في حدا رح يوصل لما حيكون اخذ معه مثل قيمه مضافه، معلومه او لقاح او، وكله مجانا. مزبوط. المهم انه بس يكونوا كتار ويجوا على الوقت، وان شاء الله هيك بالسلامه، لانه هيدي خطوه كتير مهمه مثل ما قلت، لانه في اطفال ما عم بيلاقوا حليب، في اطفال ما عم يقدروا يعملوا اللقاحات باوقاتها، ونحن بنعرف اليوم اذا ما كانت بالاوقات يعني قد ايه بتسبب لنا بترجع من ابيديمي، يعني ان كان شلل لا سمح الله او الحصبه. او اليوم اللقاح يلي عم يتلقح هو شو؟ كما هي لقاحات الأطفال يلي لقاح الأطفال العادية الموجودة بكل اللي لازم يعني الأولية بعمر معين الأولية. مزبوط. وأكيد في لقاح الكوليرا للعيال، وفي غير لقاحات كمان رح تكون. أنا ما بحب أنا أحكي فيها لأن منه اختصاص الطب، مشان هيك لأن إحنا عم ننور شوي، نعطي فكرة للأهل ليعرفوا أنه رح يقدروا يستفيدوا. مزبوط. من عمر سنة يمكن أو صفر لعمر 18 سنة إذا في لزوم أنه يكونوا موجودين أكيد يعني رح يهتموا. وكتير مهم الطفل إذا ما أخذ اللقاح أو ما تغذى منيح بعدين بيصير عنده ما بعد عنده مناعة أكيد. يعني هيدي يعني نمو الطفل كتير مهم، يعني ما فينا نهملها. يعني اليوم إذا بنحكي ربطة الخبز، بفكر دايما العيال يعني إذا ربطة خبز ما بتكفي عائلة، وشو منحط بالرغيف يعني مع كل هالغلا بأبسط الأمور ما بقدر الناس عليها للأسف. يعني أنا بس كمان بدي أقول أنه نحن المخاتير نحن على الأرض وديركت مع العالم. نعم. في أطفال عم بيناموا بخبز وشاي بس. يعني ليك وين وصلنا. في أطفال عم بيروح على المدرسة بلا ساندويشات. يعني نحن بالمنطقة عم نجمع نساء عم بيعملوا ساندويشات مرة بالجمعة بس كرمال هالأطفال تيقدروا يتغذوا. يعني الظرف كتير صعب على الكل، مشان هيك بدعي الكل أنه نكون سند حد بعضنا مش أكتر، وقد ما فينا نعمل هيك نشاطات، قد ما فينا ندق على أبواب منظمات، لأنه إذا ما دقينا ما حدا بيجي بيقلنا وينكن. فكتير مهم نعلي الصوت، لأنه المنظمات عم بتروح على غير لبنانية. أكيد نحن مش ضد، بس كمان نحن لازم ندق صار بويبة. اللبناني بحاجة للأسف، يعني للأسف. اليوم صار بحاجة، كلنا عايشين الواقع والمعاناة اليومية، واللبناني يعني ما بيطلب إجمالا، ولكن اليوم صار مضطر يطلب، لأنه في لما يكون الصحة بالدق. أنا ما بقول يطلب، هذا حقوقه، هذا حق، هذا حق. يعني المستوصفات مفتوحة مجانيا، أنه بشيء كتير بسيط الصحية. صحية للبنانية، يعني هذا حقك، بس اللبناني ما كان يعرف حق أو ما كان ينتبه أنه هيدا حقه، بس نحن ما عم نطلب هيدا حقكم. أنا بدي أشكرك أول شيء أنه كمختارة على الأرض، كمان منعرف يعني منتابع نشاطك، وشفت الفيديو اللي وجهتيه للأبناء المنطقة حتى تشجعيهم يروحوا يعملوا جواز السفر وشو لازم ياخدوا الهوية كمان، والهوية كمان ما يتأخروا، أن هيدي أمور أساسية. واليوم عم تدعي ليوم صحي توعوي اجتماعي إنساني للأطفال والعائلات اللبنانية يلي متواجدة مش بس بزوق مكيل وبمحيطها، فين يكونوا ابتداء من الساعة 9 بساحة بيت الحرفي بزوق مكيل معهم السجل الصحي للطفل حتى يقدر يستفيد من اللقاحات، وتستفيدوا من كل شيء فيه معلومات بتتعلق بالتغذية بالنظافة، كل شيء بتتعلق بالعائلة. هيدا نهار بيكون كتير حلو، إن شاء الله يكون تأس كمان هيك ساعد حتى الناس كمان تلتقي مع بعضها بالذوق. وأنا بشكرك كتير على هالخطوة مختارة جوزان خليل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بعطيكم أكيد بريك وبنرجع. تابع الحلقة عبر الام تي في، بنتقل الى وزارة الصحة مع مدير العناية الطبية دكتور جوزيف حلو، يلي دايما بنتواصل معه عند اي شيء بيتعلق بالصحة وبالعناية خصوصا بالمستشفيات، واخرها كان موضوع غسل الكلي، وان شاء الله يكون دكتور حلو عنده اليوم من الايجابيات يلي ناطرتها الناس. فدكتور يعطيك العافية. نهارك سعيد ستربك لك وللمشاهدين الكرام. شكرا لك. يعني عم نتواصل دايما وعم نوصل لك أكيد كل شيء بيتعلق بالصحة بالمستشفيات، لأنه بعرف قدي حريصين كمان أنه تكون الأمور واضحة عند المرضى وخصوصا لغسيل الكلي. هل في شيء جديد على هذا الصعيد؟
هلا بالنسبة تسمحي لي أول شيء لو مؤخرا نهار واحد عيد النساء في العالم بالثمانية أدار المرأة. والمعلم اليوم تسعة أدار اليوم تسعة أدار امبارح عيد المرأة ثمانية وعيد المعلم اليوم يعني اثنين من أركان المجتمع اللبناني يلي عليهم تربية الأجيال لعلهم تربية الأجيال إن شاء الله يا رب إن شاء الله بتنادى عليهم بكون السنة الجاية العيد أحسن من هلأ بمليون مرة هذا اللي نتمناه دكتور نتمناه بس بدي أعلق على المختارة اللي كانت مستضيفتها في في شغلة قالتها بالنسبة لقيد الدرس أتمنى وبر وبزيد صوتي على صوتها في عالم عم تجي على وزارة الصحة مرضى عندهم أولاد ثلاث أربع سنين بدي يفوتون على المستشفى منه مسجل لا زواجه ولا مسجل أولاده وهلأ صار بدأ قضاء يعني صار بدأ يعني محامي مع الأسف الشديد مزبوط بالنسبة لمرضى لمرضى غسل الكلى أكيد بهالحالة دكتور شو بتعملوا معهم شو عم تعملوا لما ما عندهم هوية ولازم يدخلوا مستشفى كيف عم تتصرف الوزارة الوزارة عم نمضي عم ناخذه على نفقة الوزارة بأمضى استثناء من معالي الوزير أكيد ما رح نتركه بلا طبابة بس هذا استثناءات من معالي الوزير عم تتاخذ لنقدر نحن عم نطلب ومنساعدهم انه يتوجهوا يعملوا يسجلوا جوازهم ويعملوا يسجلوا اولادهم اكيد اقل شيء نحن بنوجهه للجنه الوطنيه لمكتومي القيد يلي بترأسها المحاميه اليس كيروز سليمان وعده مرات نحن عم نلفت للموضوع عم نشجع الاهل ما يتاخروا معهم فتره سنه فقط ليسجلوا والا بعدين مثل ما قلت صار بدها محامي وبدها قضاء وبدها محكمه نعم. تفضل دكتور نعم. حلو بموضوع غسيل الكلي نعم نحن في لبنان عندنا 81 مركز غسيل كلى نعم عندي بنسجلين بوزاره الصحه على كل الصناديق الضامنه 3025 مريض في بحدود ال 200 مريض بغسلوا بالبيت وفي شيء تحت الألف شوي هؤلاء صار عندهم زرع كلى وبطلوا يغسلوا بس بالنسبة ل 325 مريض وزارة الصحة لحالها عندها 1567 مريض على نفقة وزارة الصحة نعم والبقية على جميع الصناديق الضامنة الثانية يعني على التعاونية على الضمان على الجيش على التعاونية الجيش نعم. أمن داخلي أمن عام بلدية جمارك نعم هو الصناديق الضامنة الباقي نعم هلا بالنسبه للمراكز في لبنان 81 بعد لغايه هاي اللحظه ولا مركز في لبنان سكر يعني سير الضنيه ما سكر ابدا 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 نحن امبارح تواصلنا مع المدير ما سكر امبارح صار عندهم غسيل في مشاكل ماديه ايه اكيد في مشاكل ماديه بكل لبنان ما بتخفى على حدا المشكله الاساسيه مدام ريبيكا في لبنان هي وحتى بالقطاع الصحي ككل هي المادية المادة وجدي الأموال والمادة كل شيء بينحل بالنسبة لغسل الكلى هلأ جمعة الجين الله راد بيرجع معالي الوزير الصحة الدكتور أبيض وفي إجراءات جديدة وقرارات جديدة راح تتاخذ بالنسبة للغسيل راح بالنسبة لتكلفة الجلسة وخاصة بالنسبة لأتعاب الطبيب لأنه أنت بتعرف دكتور وحكينا معك المرة الماضية وأنت عارف أنه الجمعية عاطي إنذار أنه بدءا من 15 أدار إذا ما صار إعادة نظر بالتعرفة رح يوقفوا بعدني حكي أنا مع نائب المستشفيات ورئيس الجمعية من نعم. خمسة دقايق قبل ما أطلع مع حضرتي نعم نايناتهم عندنا نفس الهواجس نفس المشكلة المشكلة مستحقات المستشفيات والأطباء صار لهم سنة ونص المستشفيات والأطباء مش قابضين ولا ليرة من مستحقاتهم أنا ناشد من كل الصناديق الضامنة يقربوا جدولهم على وزارة المالية وعلى الدولة اللبنانية مجتمعة كلها سوا تأمن الأموال للمستشفيات المستحقات لهم للأطباء للأطباء والمستشفيات ما فيهم يكملوا كل العالم ما فيها تكمل دون دعم صار لهم سنة ونص مش قابضين يعني إذا الطبيب ما عم بيقبض أتعابه أكيد ما رح يقدر يكمل أكيد بده يصير يطلب فروقات ويطلب فرق أتعاب نحن بنتمنى كلهم يصلون أتعابهم والتفقت أنا وياهم بانتظار
جمعة الجيم الأراضي، الأراضي الجديد بالتعرفة وأتعاب الأطباء، ما حدا رح يرفض أي مريض غسل كلى. وبرجع بسدد، ما ينرفض إنسانية، ومش من عاداتهم أصلا الأطباء يرفضوا الحالات الإنسانية وغسيل الكلى. بالنسبة لموضوع المادة، إن شاء الله جمعة الجاي بكون وصلنا لخواتيمه، ومناخد وعد ساعتها من وزارة المالية أمتين تتجدول تندفع المستحقات للمستشفيات والأطباء. بس برجع بشدد على أنه ولا مريض يخاف، ما راح أنه ما يقبلوا يغسلوا له. يعني ال 81 مركز عاملي يعني شغالين، راح يستقبلوا لحين ما يرجع معالي وزير الصحة من الخارج، وإن شاء الله يكون جايب معه أخبار حلوة مفيدة، وبالتالي هيك بيكون كمان هو بيعطي أكيد كل جديد. كمان الخبر، كمان خبر بس من شي ساعة، نعم كمان الشركتين الأساسيتين اللي عم بيجيبوا غراض مستلزمات الغذاء لغسل الكلى مضوا ورقهم بوزارة الصحة امبارح، بس كان بعده الوزير هون. اليوم الصبح اجوا اخذوا ورقهم وتوجهوا على المطار ليظهروا البضاعة، يعني ما في مشكلة مستلزمات، كلها موجودة ولا في تأخير بكميات. كثير منيح يعني دكتور حلو، اليوم هيك معلومات هيك إيجابية إن شاء الله دايما، لأنه الصحة كنز، وبتعرف قديش في ناس عم تهمل صحتها بهالأيام للأسف كثير قد ما بدك، مع الأسف الشديد، مع الأسف. أكيد شكرا لك دكتور جوزيف الحلو، مدير العناية الطبية في وزارة الصحة. برجع بقول كل مراكز غسيل الكلي مفتوحة أمام المرضى لحين عودة معالي الوزير، وأكيد في جديد بهذا الموضوع. بيكفي انه الجداول انها تنتهي توصل لوزاره الماليه تنصرف حتى تندفع المستحقات ان كانت للاطباء او للمستشفيات، والمستلزمات متوفره ولا يعني ما في اي عائق ابدا. اتصالاتكم على 04444444. باخذ اتصال. الو الو، اهلا مدام، تفضلي. بونجور مدام ربيكا. بونجور، أنا عم بحكيكي من من الروضة من الدكوانة. إيه أهلا وسهلا. من شي 10 أيام صار عندنا حريق فوق محلاتنا، عندنا محلين، صار في حريق فوق محلاتنا، بقي الحريق شي 4 ساعات متواصلة، إجا الدفاع المدني شي 40 بيك أب للدفاع المدني لقدروا طفوا الحريق. خلص الحريق من هون، المستأجر ما عادش مبين، وصاحب الملك وصاحب المأجر الصالة ما عادش مبين. الصالة اللي احترقت فيها دواليب، فيها موتويات، فيها قطع للموتو، والأبشع من هيك فيها بنزين. يعني الحمد لله على السلامة، منيح ما صار في انفجار كبير بالمنطقة، لأنه بين بنزين وبين دواليب وتلوث. يعني كان انفجار مدام ربيكا. هلا من وقتها ما عادش حدا منهم مبين، لجنة البناية هيئتهم كل واحد برأي شكله كذا. هلا في أول شيء في خطر على البناية، ثاني شيء نحن في أنطرة إزاز، يعني أنطرة بعرفش قد ايه مساحتها الإزاز مشقق، يعني هلا إذا بشقق الإزاز وبيقشط ما بتعرفي مين بيكون مادي على الدرج يموت. ما حدا عم بيسأل، ريحة الدواليب رح تموتنا وما حدا عم بيطلع فينا. نحكيهم طولوا بالكم طولوا بالكم، نحن ما بدنا لا يعودوا علينا ولا بدنا شيء، بدنا بس يشيلوا هالجي، لأنه يشيلوا الخطر أكيد تلوث. أكيد مدام، هي عقاريا الدكوانة؟ نحن عقاريا سد البوشرية. سد البوشرية يعني تابعة على بلدية الجديدة؟ وي. أوكي، بس بعد سؤال، بس بعد اقول لك كلمه، اذا في مجال تتواصلوا مع الدفاع المدني وتسالوا الدفاع المدني قد ايه ما كان حريق قوي وما حدا عم بيطلع فينا، يعني صاحب الملك حلو فل والمستاجر فل، ما حدا عم بيحكي مع حدا. اوكي مدام، صار لي جمعه مش عارفه انام من رواي، يعني انا يا قطع لي رزق، يا بدي اسكر محلاتي، يا بدي يصير عندي كونسر 100%. يعني هي المفروض انه نعمل تقرير الدفاع المدني، وعلى ضوء التقرير اكيد ما فيش لزوم للمالك يهرب ولا المستاجر، لانه في مسؤوليه عليهم بالنتيجه، حدا بده يدعي عليهم اقل على ما اذا بتعرفوه كنت تدعوا عليهم كمتضررين. يعني عرفتي هلا تشوف البلديه شو قادره كمان تعمل، لانه هيدي بدهم بحث وتحري، لا بده واحد يدعي عليهم، لان ما فيهم هن يعني يكونوا هن سبب بهذا الحريق، لانه مش هن اكيد ولعوا، بس لكن صارت هن مش مفروض يحطوا دواليب ويحطوا مطويات بمطرح سكني في محلات، يعني كمان هذا في خطر الا اذا كان عندهم رخصه. بكل الحالات لازم تتقدموا بدعوه حتى الحق، يعني النيابه العامه تتحرك وحتى يعملوا بحث وتحري عنهم، حتى تعرف كيف بدكم تحلوا هالمشكله هيدي. الحمد لله على السلامه مدام، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال.
وي الو بونجور. بونجور مدام. يعطيك الف عافيه مدام ربيكا. اهلا. انا صراحه عندي مشكله صحيه مع خالتي ودقيت على الام تي في لانه بعرف انه على طول الحل عندكم. انا خالتي هلا مضطره تعمل عمليه للقولون وهي بحاجه بين ال 4000 وال 5000 دولار يلي هي بارخص مستشفى. خالتي مش بحاجه لمصاري، هي عندها يعني عندها مصرياتها بالبنك. قدمنا لاتر على البنك بس للاسف البنك بيجاوب انه ما بيقدر يعطي غير 8 ملايين يلي هي ما بعرف اذا بتساوي 100 دولار. المبلغ كتير كتير قليل، اكيد ما بيعمل شيء حتى يعني بالنسبه لل 4000 وال 5000 دولار. ما بعرف وين وصلنا. خالته يعني صار لها 40 سنة عم تشتغل وتجمع مصرياتها حتى إذا في حال بآخرتها عزتهم تعوزهم، وللأسف هلأ بحاجة يعني العملية ما بتنطر أكتر من جمعة حتى تنعمل. ما بعرف وين صرنا وما بعرف شو الحال. ما هو هذا المودعين إجمالاً يعني جنى عمر تعويض نهاية خدمة كلهم وضع بالبنك لأنه هو المكان المناسب بنحط فيه حتى يوم اللي بيعوزوا لا أخرتهم لا مرض لا سمح الله لا عمل يكون مصرياتهم موجودين. للأسف اللي صار هيدا شيء لا قانوني ولا إنساني، ولا بيقدر يعني الإنسان يتصور أنه واحد عنده مصاري مش قادر يتحكم فيهم يتطبب فيهم أو يعوزهم وقت الحاجة. هيدي المشكلة المودعين. هلأ ما بعرف ليش بس وافقوا على 8 ملايين، يعني أنجأ 100 دولار يعني ما بتوصلك على المستشفى، ما عليه ما تاخذيني. ما بعرف شو الطريقة، بتحب نعمل أبال حدا يساعدكم لحين؟ ما بعرف البنك إذا بيقدر يعطي أكتر لأنه كل بنك أخد عنده نظام وما حد مش الكل عم يتأيدوا بتعميم كمان مصرف لبنان، وهيدي هي مشكلة المشاكل للمودعين، هاي هي المشكلة الحقيقية. يعني مثل واحد بدهم الناس كيف ما برموا يموتوا على البطيء لا يحصلوا على مصرياتهم ولا على الدواء ولا على الاستشفاء، وعلى البطيء بدون ما حدا يرفله جفن. هلأ القرار بيعود لإلك، بتحب نعمل أبال إذا حدا بيحب يساعدكم تا كانت عملت هالعملية بترجعوا بعدين؟ ما بعرف يعني نحن حاضرين، وإذا أوكي تنحط رقمك على الشاشة، نحن ما عندي بك تعطينا إيه حتى نحط على الشاشة على القليل تخيلتك تقدر تعمل هالعملية وتخلص يعني صحتها بالوقت المناسب، لأن ما في الواحد مريت يتأخر بالصحة. المدام القرار بيرجع لإلك، شو بتحبي؟ ما عادت على السمع. كمان اتصال. ألو ألو ألو. ايه تفضل مسيو. مدام ربيكا. ايه نعم. بدي احكيكي بخصوص تعاملية الموظفين. ايه نعم. المساعدات المرضية ما عم بيقبضونا اياهم بالبنوك، عم بيقولوا لنا روحوا اشتروا فيه من السوبر ماركت. طيب انا بدي اشتري دواء، ما ماني قادر اروح اشتري من السوبر ماركت، ليه ما بيعطونا هني مصاري؟ اوكي رح نحكي مع مديرية التعاونية لنشوف ليش. يعني اغلبية للاسف يعني مؤسف جدا انه خصوصا مع المتقاعدين انه ايه روح شو بدهم يعملوا المتقاعدين؟ يعني اليوم بدهم حكيم، بدهم دواء، بدهم يدفعوا المي، بدهم يدفعوا الكهرباء، بدهم يعني في مستلزمات وكلها على هالتعويض نهايه الخدمه. يعني مش عم بفهم منطق الدوله من مال ضرائب ورفع رسوم وما حدا فرقاني معه على صيرفه 70,000 ولا على ما فرقاني، مهم انه دوله تحصل مصرياتها وخدمه مش موجوده بالوقت يلي هذا التعويض بدرو على السوبر ماركت كل شهر. هذا شيء مش منطقي. نحن رح نحكي مع المدير عام التعاونيه لنشوف اذا في حل لهالموضوع. استاذ اهلا وسهلا فيك، انا ما في اعطيك جواب من عندي لان. كمان اتصال. الو تفضلي. مدام ريبيكا. اي نعم. اعملي معروف، هي اول مره انا بتلفي. ايه اهلا وسهلا فيك. بدي عجبل لبنان، ابني بغسل كلاوي. نعم. انا عمري 80 سنه. نعم. كل معاشه هو بيطلع 80 دولار. اوكي. عم يطلبوا 110 دولار حق بالشهر وما معه ولا فرنك. لا لحظه، هو عم بفوت على حساب وزاره الصحه او عنده ضمان؟ لا هو على الضمان، المضمون هو.
مضمون. بس بعتقد كمان يعني الضمان رفع كمان التعرفة تبع غسل الكلى، بس ما بعتقد انه لازم هلا. يعني اليوم طلع معي المدير العناية الطبية، اكيد بيحكي عن وزارة الصحة، بس ولكن لما وزير الصحة بيقول انه كل المراكز فاتحة ومجانا ما بياخذوا ولا ليرة، يعني بما فيهم يلي على الضمان ويلي على التعاونية ويلي على الجهات الضامنة، بتصور هيك؟ والله عم يقبع بدن 110 دولار بالشهر. هي أول مرة بيغسل يما له فترة؟ لا، صاروا 3 سنين بيغسل. وكل مرة بياخذوا منه مصاري؟ لا، صاروا هلا شهر وهيدا الثاني بدهم ياخذوا. اوكي. ما معه ولا فرنك، وشو بدي أعمله؟ أنا عمري 80 سنة، أنجأ بده يجيب لي الأدوية لإلي وبده يجيب دواء لإله. لإلك شو رح نعمل؟ اتركي لي رقمك عند مدام ريتا تنحكي معها. رقمي تسجل عندك. اوكي، عند مدام ريتا لازم يكون تسجل. الله يوفقك. حتى نحكي مع الضمان لنشوف شو الإجراءات، يعني التعاونية حكيناهم، واليوم وزير الصحة مدير عام هيدا العناية الطبية حكي، بدي أشوف الضمان إذا عنده رأي كمان، لأنه إذا مضمون لنشوف بلكي أنا معلوماتي خاطئة، هيك بعرف من الضمان. أهلا وسهلا فيك مدام، رح نرجع نتواصل معك أكيد. باخد كمان اتصال. ألو. ألو. أهلا، تفضلي. مدام ربيكا. إيه. بونجور. بونجور. أنا من زمان احتلفنت لك مشان المي بحي الفبركة. إيه. قلت لي هذيك اليوم سمعتك عم تقولي صار في ماي هون وهون، ما وين حي الفبركة؟ بقى بس بحي الفبركة عم تجي بالحي عنا، بس بحي الفبركة حد اوتيل لي كريون 3-4 بيوت ما عم نشوف الماي ببرمينا، وبدوش من يقول لك اذا سترنا الماي قديش عم برمينا ما هيك؟ بدي ارجع هلا اقول لك شو فيني شو بدنا نعمل. مدام ببرمينا ما هيك؟ برمينا حي الفبركة حد أوتيل كريون 3-4 بيوت حد بعضنا. أوكي. ما حد عم تجي، بعضنا عم بيجي والتحتنا عم تجي وكل شيء بقى من اللي معروف. أوكي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صورة اليوم. يوم المعلم 9 أدار، إدي كنا ننبسط إنه نحضر قبل بشهر ونعم نعمل تنكرم الأساتذة تبعنا حفلة، نبقى ما ننام كل الليل إنه شو بدنا نبتكر حتى نقله شكرا للمعلم بعيده. فيا يعني كيف عم يجي العيد من سنة لسنة، للأسف رسالة موجودة، نية موجودة، ولكن الظروف عم بتعاكس إن كان الطلاب أو الأهل، وخصوصا الوضع المنهار يلي اليوم نحن بخطر شديد نخسر التربية لأطفالنا. إذا كنا عم نحكي عن المعلم لأنه هو مربي الأجيال، لأنه هو اللي بيربي على الأخلاق، على الوطنية، على السلوك، على العلم. ونحن بلبنان بدون علم منكون عم نخسر الكتير كتير كتير من مميزات لبنان يلي من سنين طويل، من قرون نحن كنا سباقين بموضوع العلم. فأنا بدي حيي كل معلم وأستاذ، بدي أقول أقله يأمنوا له حقوقه حتى تبقى هالرسالة موجودة. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.